أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى بين أحمد غواش نادي الشباب ومحمد الدويلة نادي الوحدة. أحمد غواش نادي الشباب اللون الأزرق، ومحمد الدويلة اللون الأحمر. هذا هو حكم اللقاء، يعني زي ما يقولون الحكم الساحة، هو حكم الأول داخل ملعب المنافسات. هناك حكمين على كل جانب الملعب، حكمين، وتوجيهات قبل اللقاء من حكم اللقاء للاعبين. شوف قبل ما يلبسون الخوذة يعطيهم توجيهات، قبل ما يلبسون الخوذة يعطيهم توجيهات على اعتبار احتساب النقاط، كيف احتساب النقاط، رغم انهم يعني مروا في المنافسات سابقا، لكن يكون لهم توجيهات ايضا، انه يكون يتاكد من ايضا، شوف انه الضرب يكون على الصدر، شوف يتاكدون، كل لاعب يتاكد من حساسيته وان الجهاز شغال، على اعتبار قبل اللقاء ان يكون الجهاز شغال، لانه في قدم اللاعب في هناك جهاز يكون مربوط في الجهاز الكترونيا للحكام. محمد ابو عريش من نادي الشباب، وايضا لاعب نادي الوحده محمد الدويله. نقطتين للاعب نادي الشباب وانذار على لاعب نادي الوحده. تقدم لاعب نادي الشباب احمد غوش. اذا ثلاث نقاط للاعب نادي الشباب. الجوله الاولى انذارين على لاعب نادي الوحده، وهناك شوف لاعب نادي الوحده هناك يطلب من لجنه الجوري مراجعه اللقطه الماضيه، واللجنه الجوري الان قاعده تراجع اللقطه، وهنا انتظار لقرار اللجنه يقول لنا نقطه. شوف قاعد يشرحها ويقول لك سو كذا، ارفع قدمك. شوف الاعاده، هذه الاعاده ايوه، على اعتبار انه يطالب بنقطه لاعب النادي الوحده، انه هناك لمس لم تحتسب من الحكام. وش هو القرار؟ ننتظر القرار. اذا تم رفض القرار وتثبيت النتيجه، وست نقاط الان للاعب نادي الشباب احمد غوش. تقدم ست نقاط لاعب نادي الشباب، لكن تم رجعها الى ثلاث نقاط على اعتبار انه خصم النقاط الماضيه 3-1، النتيجه 3-1. هذه اللقاءات تقام على صالة جامعة الملك سعود قاعة أرينا، وهناك تنظيم رائع داخل أرضية الصالة، ومتابعة مستمرة من الحكام لأحداث هذه المنافسات التايكوندو. 3-1 لاعب نادي الشباب تقدم على لاعب نادي الوحدة. هناك انذارين، الاصفر هذا انذار، انذارين على لاعب نادي الوحده مقابل انذار على لاعب الوحده، وكل انذار يكون عليه نقاط، بالتالي كل لاعب يحرص، لانه لو يكون اللاعب يصل لخمس انذارات يتم اعتبره يعتبر خاسر الجوله. خمس انذارات يعتبر خاسر الجوله. نحن في الجوله الاولى الان. ذكرنا ان هذه اللعبه من الالعاب القتاليه، واللي كانت مصدرها كوريا الجنوبيه ومحاوله التفاف، ولكن النقاط حتى الان ما زالت تقدم لاعب نادي الشباب 3-1.
هناك اللكم على الوجه والهجوم على الركبة والهجوم تحت الخصر والخروج من الحلبة بكلتا القدمين. هذه من الأخطاء اللي ممكن يكتسبها اللاعب. وهنا شوف صافرة من الحكم وأيضا انتهت تقدم لاعب نادي الشباب 4-1 الجولة الأولى. بداية الجولة الثانية. الجولة الأولى كانت لمصلحة لاعب نادي الشباب أحمد غوش. نحن الآن في الجولة الثانية، هل يستطيع لاعب الوحدة محمد الدويلة الفوز وبالتالي إلى جولة ثالثة، أم يحسم اللقاء أحمد غوش من لاعب نادي الشباب؟ تقدم للاعب الآن لاعب الشباب، لكن هناك 4 انذارات على لاعب الوحدة. لو يكون انذار خامس تنتهي الجولة بغض النظر عن النقاط. الآن هو في خطر لاعب الوحدة، 4 انذارات. تقدم لاعب الوحدة 1-0. لاعب الوحدة باللون الأحمر، لاعب الشباب باللون الأزرق، 6 نقاط لاعب نادي الشباب. إذن تقدم لاعب نادي الشباب 6-0 للاعب الوحدة. تبقى 35 ثانية على نهاية أحداث هذا اللقاء، وتقدم لاعب نادي الشباب وتوجيه من حكم اللقاء. 7 لاعب نادي الشباب. المباراة تتجه للاعب نادي الشباب والجولة الثانية والمباراة. الله، إذن 5 وبالتالي 5 انذارات الآن على لاعب نادي الوحدة. مقابل انذارين. إذن هناك مناقشة بين حكم المباراة ولجنة الجوري على اتخاذ القرار الرسمي لإنهاء اللقاء أو احتجاج يكون مقدم من لاعب نادي الشباب. شوف احتجاج للجنة الجوري، شوف الاحتجاج المقدم من لاعب نادي الشباب للجنة الجوري. هو ما زال متقدم لاعب نادي الشباب، لكن هناك احتجاج أيضا منه على اعتبار أنه يطلب قرار بزيادة النقاط أو إنهاء اللقاء. قرار يثبت ونقطتين إضافية تؤيد قرار، نقطتين إضافية كما تشير لجنة الجوري.
اذا 13 اضافة، وبالتالي حسم اللقاء لاعب نادي الشباب. الفارق كبير جدا، والف مبروك للاعب نادي الشباب، الف مبروك للاعب نادي الشباب، وحظ اوفر للاعب نادي الوحدة محمد الدويله.